معانا أستاذة سارة، أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حضرتك اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم حضرتك شيف؟ اتفضلي يا فندم، أهلا اتفضلي. وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك حضرتك شيف؟ أهلا وسهلا، مرحبا. كان عندي سؤال، اتفضلي يا فندم. في تعرف ايه اقدر احصل من حسد وبين السحر الصوت والاعمال واضح؟ الكسلة طول طب الوقت؟ حضرتك سامعني؟ معاك اتفضلي يا يا فندم، فندم. معاكي. طول الوقت بحس ان دايما معمول لنا حاجة في البيت طيب حاضر. طب استاذه ساره، انت بتقولي طول الوقت بحس، تمام؟ في حاجات بتحصل معاكم واقعيه تقولها مباشره ولا مجرد احساس؟ لا على لكن على مجرد احساس بس، مظبوط؟ ايوه حاضر، شكرا جزيلا. استاذ عاطف، كان موضوع والد زميله كان معاه في الشغل وقال له ان والدك بيمد ايده تقريبا على الدرج والكلام ده، فزميله مد ايده على والده، وقصه كده صراحه يعني واحد شايف ان هي مش لطيفه ان الابن يعمل في حق ابوه كده مهما يحصل يعني. لما زنى سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه وجاء للنبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. واعترف بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه سيدنا النبي وجه الكلام لمن دله أن يذهب إلى رسول الله، عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه يا وسلم: الله. هل سترت عليه بطرف ثوبك؟ ايوه يعني بدل ما تقول له روح واعترف وقول واعمل وسوي، كان ينبغي انك تستر عليه، خاصة ان هذا والده، خاصة ان ما حدث بعد ذلك حدث فيه يعني تجاوز من الولد واساء الادب مع ابيه، تمام حتى وان اخطأ اباه، حتى وان اخطأ صحيح لا ينبغي ان يمد يده على والده وان يضربه، حتى الرجل وصل الى مرحلة انه اصيب بالقلب، لا مرض إله إلا القلب الله والشلل كما قال اخانا. فهذه كارثة وهذه مصيبة لا تغتفر، لا صحيح تغتفر. والله لو تعلق بأستار الكعبة يرجو الله العفو، لا يغفر الله له سبحانه وتعالى إلا طبعا بعد أن يعفو عنه أباه. تمام إنه فكرة إنه يرفع إيده على أبوه الذي كان هو سبب وجوده في الحياة بعد ايوه إرادة الله سبحانه وتعالى، والذي رباه وهو الذي علمه وهو الذي أطعمه وهو الذي ألبسه وهو صغير، ثم يهينه بهذا الشكل أمام الناس، صحيح هذه كارثة من مصائب الزمان. صحيح وكان أولى بأخينا أن ايوه يستر على والد زميله وألا يفضح أمره، ومن صحيح ستر مسلما ستره ستره الله الله في يوم الدنيا القيامة. والآخرة. صحيح. طيب استأذنك رسالة برضو للأستاذ عاطف. أستاذ عاطف، حضرتك زي ما كنت جزء وبحسن نية، وأنا عارف إنك ما أنتش قاصد إنكم توصلوا للمرحلة ديت، تقدر تنصح صاحبك اللي موجود في الشغل وأنتوا الاتنين تقدموا اعتذار للوالد، مش شرط يكون مباشر، اعتذار بطريقة غير مباشرة اللي هو يحس بقيمته وبكيانه مرة أخرى. طبعا ربنا يحفظكم يا رب. معانا أستاذ طه، أهلا بيك يا فندم.